الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رئيسي الدكتور مرسي، انا اخترت الدكتور مرسي، ودكتور مرسي هو رئيس الشرع للبلاد. ما ينفعش ان هم يغتصبوا السلطه بالطريقه دي، دي مش طريقه ديمقراطيه، ومش هنبقى بلد متحضره ابدا لو احنا استمرينا على هذا الحال. دكتور مرسي يرجع باحترامه زي ما احنا اخترناه، بعد الثلاث سنين ما يعدوا عايزين غيره نجيب غيره، عايزينه عجب الشعب خلاص. بس اهم حاجه ان الناس كلها تتكاتف معاه، الداخليه والدفاع والوزراء كلهم يقفوا معاه. خلاص يا بيه.